هل نستطيع وصف الوضع بأنه وضع كارثي على المستوى الصحي؟ هنا خلونا نروح نستقبل عبر زوم دكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية. أهلا بك دكتور، تحياتي. حياكم الله أستاذ يوسف، وجزاكم الله خير على الاستضافة. الله يخليك، ده احنا نتشرف دايما يا دكتور. دكتور الله احمد، مهم يحفظك. عندنا ان احنا نطلع على الوضع الصحي في غزة وما الذي سوف يؤدي اليه هذا الوضع. والله أستاذ يوسف، حتى أكون صريح، يعني منذ بداية يعني هذه الحرب والاعتداءات على غزة كنا نخاف على المرضى الموجودين في المستشفيات والعاملين فيها والمقيمين كذلك النازحين، ونوعا ما كنا نخاف على الجرحى. للأسف مع يعني تواصل هذه الاعتداءات وتواصل القصف على المدنيين والأماكن النزوح، أصبحنا يعني نقلق على الفئتين، المرضى في أرض الميدان وكذلك الموجودين تحت الأنقاض، والمرضى الموجودين في المؤسسات الصحية والعاملين فيها والنازحين. الآن للأسف الوضع كارثي بكل ما تعنيه الكلمة. الآن أصبح الخوف مركب، نخاف على المرضى الموجودين في المستشفيات من الموت وليس من الالتهابات وخطورة يعني تعقد الحالات، ونخاف على المواطنين النازحين، يعني من أصل 2.1 من 10 مليون نازح مواطن في قطاع غزة، 2 مليون نازح يعني موجودين في أماكن مكتظة لا تليق بحياة البشر، يعني تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة من توفر مياه نظيفة وتوفر أكرمكم الله أماكن الحمام، يعني الحمامات وأماكن الاستحمام. فبدأت تنتشر الأمراض بين الأصحاء، عدد كبير منهم موجودين في أماكن يعني يلتحفون كما يقال السماء ويفترشون الأرض، معرضين لمختلف أنواع الأوبئة والأمراض والبرد القارس، وخصوصا الأطفال والفئات الضعيفة كالمرضى مثلا والنساء الحوامل وكبار السن. فهذا هو يعني جزء بسيط، وصف بسيط من الوضع المخيف والمرعب في قطاع غزة. طيب يعني دكتور، احنا بنشوف انه انا اسف القصف لا زال مستمرا على المستشفيات، نهينا عن المدارس والتكتلات المدنيه وما الى ذلك، ولا يمكن لاحد ان يتصور انه اي احتلال او اي قوه مهما بلغت في غلوائها ان تقصف مستشفى. وصلنا الى مرحله ان احنا ساحات المستشفيات اصبحت بتتحول الى مقابر جماعيه. ف يعني وأنتم إحدى المنظمات التابعة للهيئة الأممية، فأنا يمكن هسأل على طبيعة التقرير الذي يصدر من قبلكم دكتور أحمد المنظري إلى الهيئة الأممية، يعني ما الذي يكتب فيه وكيف ينظر إلى هذه التقارير؟ نعم، وطبعا إذا سمحت لي أستاذ يوسف قبل أن أجيب على سؤالك الممتاز جدا، للأسف يعني على الرغم من النداءات المتكررة من قبل قيادات منظمة الصحة العالمية والأممية الأخرى المعنية بالصحة وكذلك القيادات السياسية، الاعتداءات ما زالت مستمرة على المستشفيات ومحيط المستشفيات وتدمير البنى التحتية التي تخدم المستشفيات، على سبيل المثال توفر مياه نظيفة، توفر كهرباء من خلال الوقود. حتى الآن تم تسجيل ما يقارب من 400 وتقريبا 80 هجمة على المؤسسات الصحية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، 231 هجمة في قطاع غزة، وأدت إلى مقتل يعني عدد كبير من المرضى والمقيمين والعاملين الصحيين، بالإضافة إلى يعني الهجوم على الطواقم الطبية في أرض الميدان، أدت إلى مقتل ما يقارب من 134 موظف في الأونروا وموظفة واحدة في منظمة الصحة العالمية، وهذا يعتبر أكبر عدد من القتلى جراء الاعتداءات المباشرة للموظفين الأمميين. فنحن كمنظمة نقوم بتسجيل هذه الأحداث، لدينا فرق يعني تتأكد من حصول هذه الأحداث حتى يكون لدينا المصداقية، نرفعها إلى المنظمات الأممية الأخرى وكذلك إلى مجلس الأمن أحيانا عندما يطلب من المدير العام إلقاء البيان حول هذا الموضوع. فتقاريرنا توصل إلى الدول الأعضاء في المنظمة، توصل إلى الجهات المعنية في الأمم المتحدة، لكن للأسف لا 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 يعني لا توجد يعني تأثير على أصحاب القرار في مثل هذه الاعتداءات. دكتور أحمد، هذه الأرقام مخيفة، أكثر من 800 هجمة في فلسطين على المنظومة الصحية وأكثر من 230 هجمة في قطاع غزة وحدها، دي أرقام مخيفة. طب أنا هسأل سؤال ولا أعلم إذا كان دكتور أحمد، يعني لأن أنا أعلم حجم منصبكم وحساسية هذا المنصب، يعني
أنا مش عارف، هل العالم ينظر إلى هذه الأرقام بشكل هادئ وطبيعي؟ يعني هل سبق لكم دكتور أحمد المنظري أن شاهدتم أو قرأتم مثل هذه الأرقام في أي بقعة من بقاع العالم؟ هو طبعا للتصحيح استاذ يوسف، يعني مجموع الهجمات على القطاع الصحي في الاراضي الفلسطينيه المحتله هي 480 هجمه، 480 منها 231 هجمه في في قطاع قطاع غزه. غزة. طبعا هذه الهجمات على هذه الفتره الزمنيه بعمر الشهرين تعتبر يعني عدد مرتفع جدا، وبغض النظر حتى لو هجمه واحده على نظام صحي او مؤسسه صحيه يعتبر خرق صارخ للقانون الدولي، ويجب أن يحاسب من يقوم بهذه الأعمال الشنيعة يعني ضد الآمنين في هذه المؤسسات، والتي تعتبر من أأمن الأماكن في مثل هذه الظروف، يجب أن يحاسب. فلذلك يجب أن لا نصمت تجاه هذه الاعتداءات والخروقات لقانون إنساني دولي، يعني يجب أن يحترمه الجميع في مثل هذه الظروف ومثل هذه الحالات. ولذلك يعني نحن كمنظمة صحة عالمية بالإضافة إلى المنظمات الأممية نرفع التقارير كما ذكرت، لكن يبقى دور أساسي ومهم في الوقوف ضد هذه الخروقات من قبل القيادات السياسية لكل دول العالم بغض النظر عن يعني تطلعاته وتوجهاته ومستوياته. هذا واجب إنساني، واجب أخلاقي، واجب مهني، واجب قانوني كذلك. فهذا هو ما أود أن أفيد به حول هذا السؤال، جزاك الله خير. الله يخليك دكتور أحمد. طيب أخيرا، وأنا لا أريد الإطالة عليكم وأعلم حجم الاتصالات التي ترد إليكم دائما بالتأكيد، لكن هل لدينا رقم أقرب للدقة بخصوص الأطفال الذين استشهدوا في هذه الحرب والأطفال الذين أصيبوا بسبب هذه الحرب؟ نعم، هو طبعا حتى الآن يعني هناك ما يقارب من فوق 18 ألف قتيل جراء هذه الهجمات، وما يقارب من 50 ألف جريح، هذا في قطاع غزة فقط. يعني نعم. فللأسف 70% من هؤلاء القتلى وكذلك الجرحى من النساء والأطفال للأسف، طبعا معظمهم أطفال. هناك كذلك أعداد كبيرة مفقودة تحت الأنقاض للأسف، معظمهم من الأطفال. هناك الكثير من المرضى كما ذكرت الموجودين بين النازحين بالالتهابات الرئوية، بينهم بين من نسبة كبيرة منهم من الأطفال، يعني تقريبا حتى الآن لدينا ما يقارب من 146 ألف حالة التهاب رئوي بين النازحين معظمهم من الأطفال. لدينا ما يقارب من 110 حالة إسهال حاد، عدد كبير منهم إسهال دموي. لدينا ما يقارب من 3500 من تشيكون بوكس أو الحماق، وحوالي 3000 من التهاب الكبد الذي ينتقل عن طريق التلوث المياه أو شرب المياه الغير النظيفة. ولدينا ما يقارب من حوالي 45 ألف التهاب جلدي نتيجة الجرب، و22 ألف التهاب بسبب القمل. للأسف بينهم عدد كبير من الأطفال وكبار السن والمرضى. فهذه أستاذ يوسف أرقام يعني مخيفة ومفزعة، لكن للأسف يعني نرى يعني القتل والتدمير مستمر للأسف. للأسف الشديد. دكتور أنا أشكرك جدا دكتور أحمد المنظري، كل الشكر ليك وكل تحياتي وتقديري دكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية.